5 أو 012-76-22-34-6. رجعنا تاني وانا بعتبر دي اهم فقره، وانا نفسي فيري اكسايتد بقى، نفسي اعرف مين اللي هيكسب المره دي. اصدقائي اللي كسبوا قبل كده انا بشوفهم منهم كتير بيكمل معايا في العياده، وانا طبعا بشكرهم على التواصل. يفضل بقى نكمل اسئله الفيسبوك ولا نشوف المسابقه؟ المخرج بيقول لي لا نشوف المسابقه الاول عشان نلحق نكمل المتسابقه. هتظهر على الشاشه دلوقتي اسماء الناس اللي هم تواصلوا معانا وجاوبوا. ودلوقتي بقى انا كمان مسابقه البرنامج اهي. السؤال كان اللاستيريا نوع من البكتيريا يحيا في خضار، فاكهه، لانشون، مخبوزات. هنشوف بقى اسماء الناس اللي تجاوبوا معانا و جاوبوا على السؤال. وطبعا كانت الاجابه لانشون. ودلوقتي انا بقى هختار، وانا نفسي اعرف مين المتسابقه الفائز سواء كان راجل او ست، وهيشرفوني وهنكلمهم دلوقتي ونسمع صوتهم. فهنختار دلوقتي حد، فنشوف اسم دول اسماء الناس اللي جاوبوا معانا، ودي اسم المتسابق او المتسابقه اللي فازت. هفتح اسمها دلوقتي بقى، وانا نفسي اعرف المتسابقه الفايزه اسمها منار سعد. انا بشكرك يا منار ان انت طبعا بتجاوبي معانا، وانك وبحييك انك فزتي. دلوقتي هم هيكلموها في البرنامج واكيد هتشرفني هنا. الفايزه منار سعد. نرجع بقى لأسئلة الفيسبوك وهجاوب عليها. ميرفت بتقول ان عندها 54 سنة وعندها كوليسترول ونقص فيتامين د، اشرب لبن كامل الدسم علشان امتصاص فيتامين د ولا خلي الدسم عشان الكوليسترول؟ ميرفت، فيتامين د حسب التحليل كتير جدا بلاقيه ناقص قوي، فلازم له علاج، تمام؟ ولازم تتعرضي للشمس علشان خاطر يحدث امتصاص لفيتامين د. ده حاجة. الكوليسترول علاجه بنوعيات الأكل. نوعيات الأكل مهمة جدا، تمام؟ بعد سن 50 بنقول ممنوع اللبن كامل الدسم. ليه؟ لأن الدسم والدهون بتترسب على الشرايين بتعمل لنا مشاكل جامدة قوي. فلازم بنتابع مع دكتوره، بتتابع التحليل، مش مسألة لبن كامل الدسم ولا خالي الدسم. هو اللبن كامل الدسم طعمه حلو شوية، عشان كده في ناس بتبقى بتحبزه. أمجد بيقول أنا وزني 85 وطولي 180 وعندي تهرهلات في الصدر جامدة والحجم غير مش زي بعد. طبعا يا أمجد، أولا عاوزاك تلعب رياضة بالدمبلز بالاوزان الرياضه عشان تفرد منطقه الثدي. انما في بعض الاحيان بلاقي فعلا مشكله والشكل بيبقى مش حلو، بنرجع ساعتها طبعا للجراحه وبتجيب نتيجه حلوه قوي. الهام بتقول عندي 3 اطفال وزنها 100 كيلو واحيانا بشعر بقلبي بيوجعني جامد ودوخه، وانا بحب العيش جدا، حاولت اعمل رجيم نزلت وبعدين رجعت تاني. طبعا كل ما هتاكلي عيش هترجعي تاني، تمام؟ ليه؟ لان العيش بيخلي الجسم يفرز بيجوع، فكل ما تاكليه الجسم يبتدي يفرز كميه انسولين عاليه فتجوعي اكتر، وخاصه الدقيق الابيض والعيش الابيض اللي طعمه حلو، لما تشمي ريحه العيش كده تلاقي نفسك هيغمى عليكي مش قادره، تعرفي ان انت عندك مشكله مع العيش. خدي بالك، لان كتير جدا من الناس اللي بيعانوا من هذه المشكله بيبقى عندهم حاجه بنسميها هايبر انسولينيميا، اللي هي زياده في كميه افراز الانسولين، بتعمل لهم مشكله وممكن طبعا تؤدي لمشاكل اكتر واكتر.
يفضل عندي السؤال اللي هو كان بتاع اختيار شريك الحياة، نختار مين؟ الرجل المغامر اللي عنده تجارب كتيرة بقى فكده يبقى خلاص ربنا يهديه، ولا الراجل اللي هو بنسميه ملك زمانه، ولا الأمير اللي لسه بيسعى في الحياة؟ لا، نختار الأمير، لأن الأمير هتبقي معاه أميرة وهيساعدك وهياخد باله منك. ده اللي بنسميه تصنيف لشريك الحياة. معانا كريستين، اتفضلي يا كريستين. ألو. ألو. أيوة حبيبتي. ازيك يا دكتورة؟ عاملة ايه؟ ازيك يا كريستين؟ الحمد لله. ايه، أنا عايزة أسأل يا دكتورة، إن أنا عايزة أخس برضه بس مش عارفة. أكتر منطقة تخينة عندك فين يا كريستين؟ الكرش والأرداف. أنت عندك أولاد؟ لا يا دكتورة. أنت بتشتغلي؟ لا برضه. بتاكلي كام وجبة في اليوم؟ مرتين. مرتين؟ وبتاكلي حلويات كم مره في الاسبوع؟ لا، دي مش ما تتاكل خالص، انا مش بحب الحلويات. طب والمقليات، البطاطس والطعميه؟ قليل بس. كل يوم ولا مرتين ثلاثه في الاسبوع؟ ممكن تكون مره في الاسبوع او ما فيش خالص، في الشهر برضو مره او اتنين ما فيش خالص ممكن. حاضر يا حبيبتي، هقول لك نعمل ايه. بس انا جسمي مش بينزل يا دكتوره، يعني انا ممكن ما اكلش اليوم كله وابقى عادي كويسه، بس الاقي نفسي ما خسيتش برضه، وما اروح الجيم بعمل رياضه وساعتين في اليوم ونزلت كيلو او 2 كيلو في الاسبوع. حاضر يا حبيبتي، هجاوب عليك حالا. اغلب مشكله السمنه واغلب مرضى السمنه، ان انا عملت رجيم النهارده خس، ورحت عند الدكتور وانا قاعده قدامه عاوز اخرج خاسس، عمر ده ما هيحصل. تاخد وقت، زي ما بياخد وقت عشان يربي الدهن بناخد وقت عشان نستهلكه. فانتي بتقعدي طول اليوم ما تاكليش، خير وبركه، تاني يوم اول لما بتجوعي بتاكلي تعوضي كل اللي فات. لما ما بناكلش احنا بنعمل تنشيط لدايره بنسميها starvation protection mechanism، دايره بتحمينا ضد المجاعه. فتكون ايه النتيجه؟ طول ما انا ما باكلش جسمي ما بيحرقش، يفرز انزيمات تعمل شراهه على وجبه تقيله، كل اللي ناكله بعد كده الجسم يخزنه، فتكون نتيجه زياده في الوزن سريع. عشان كده لازم تاكلي، بس تنظمي وجباتك على الاقل 3 وجبات. لو جوعتي بين الوجبات تبقى خيار، خس، طماطم، تبعدي عن المقليات تماما. ولازم تاكلي، بس تاكلي ايه بقى؟ هي دي المهم. معانا نجوى. بس يا دكتوره هقول لك، انا لما بتخبط في حاجه في دماغي بتعمل حبه كده وبعدين شعري ينزل على طول، مفيش شعر. وبرضك انا كنت بعالج النحافه وبقيت 53، وبرضك بيجي بالليل كده لما باكل بيبقى كرفي جامد، والاثنين مع بعض بقى تعبانه، والسخونه برضك بتاثر على كل حاجه على الشعر. هو الصوت مش مسموع كويس، بس انت مشكلتك في شعرك والنحافه مش كده؟ ما انا عالجتها، انا قلت ممكن يكون من النحافه، فانا عالجت النحافه. دلوقتي بردك يجي في كرش، ولسه انا بتابع مع الدكتور بردك وانا مش عارفه اعمل ايه. الكرش، حاضر يا حبيبتي هجاوب على حضرتك حالا. فعلا في ناس كتيره جدا تبصي تلاقي جسمها كله حلو، منطقه التخزين دهون طالعه كده من غير مناسبه، شكلها وحش جدا. مش بس شكلها وحش، ممكن تعملها بقى مشاكل صحيه. طيب نعمل لها ايه؟ في كذا حاجه، وانا بس اهم حاجه عايزه انبه عليها ان في حاجات بتبقى بنسميها ليها بلاسيبو افكت او تاثير مش صح. ان انا بقى استرخص واروح عند حد ويضحك عليا ويقول لي ان هو بيعمل جهاز هيفتت وهيحرق وهيسوي، وده غلط، ده بيعمل احباط ويخلينا نتخن اكتر. فالمفروض اما نعمل حاجه لازم نبقى واثقين من المكان عشان تجيب نتيجه صح. دي اهم حاجه. الحاجه الثانيه انك تقدري ممكن تعملي رياضه، واقول لك على رياضتين سهلين جدا، ولا هتدفعي فيهم فلوس ولا تتحركي من مكانك. نمره واحد انك تمشي مكانك سروانت، وفي مكانك تمشي نص ساعه وانت قاعده تتفرجي كده على البرنامج، بدل ما انت قاعده تقومي تمشي.
نمرة اتنين تقفلي عليكي باب اوضه وترقصي نص ساعه ساعه، في الحر هتخسي اسرع. لازم نعمل مجهود عشان جسمنا يخس. غير ده وده ممكن نعمل بقى الكول سكالبتنج، شفت انا على فيديو ليه كذا مره، وده بديل عمليه الشفط. بتعملي عمليتين في جلسه واحده من غير عمليه، بنشفط الدهون وبنشد الترهلات، لان بتبتدي المنطقه تخس من ثالث يوم والجلد يشد عليها، بتكون النتيجه بتاعتها هايله. او الري لايف اللي هو عباره عن اكوستيك ويف او موجات صوتيه، ده برضو بيجيب نتيجه هايله. كل الاحوال دي هتقدري تخلصي من دهون البطن من غير اي مشكله. معانا ريهام. حضرتك يا دكتور. ازيك حبيبتي؟ بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي 29 سنه. تمام. ومتجوزه بقالي سنه. او 9 شهور بالظبط. مشكلتي انا في الحمل، ردت عليا وقالت لي الدكتوره اللي انا رحت لها، قالت لي المشكله عندك في الوزن من غير ما اكشف عليكي، انت وزنك تكيسات وده اللي هو زياده في الوزن، فالحمل هيتاخر بسبب الموضوع ده، لازم تمشي على نظام غذائي. تمام. فانا مش عارفه ايه النظام الغذائي اللي انا امشي عليه. حاضر يا حبيبتي هجاوب عليكي حالا. عايزه اقول لك ان السمنه تعيق الحمل 50% على الاقل. ايوه، زياده الوزن بتعمل فعلا تكيس مبايض وبتدي يتخزن دهون، والتكيس المبايض يزيد والوزن يزيد، وبعد كده بعد الشهر يخش في سكر، تلاقي كمان معاه علامات مصحوبه ان هي تخن، ممكن يدخل في سكر، تلاقي سواد حوالين الرقبه تحت الباط بين الساقين، تلاقي بعد شويه يبتدي يطلع الشعر في اماكن غير مستحبه. مش لازم كل العلامات دي مره واحده، بس دي كلها بسبب زياده الوزن واللي بيؤدي لتكيس مبايض، فلازم تخسي. طب نخس ازاي بقى؟ هو ده المهم. نوع الاكل يا حبيبتي، مش اي رجيم كمان، يعني مش اي نظام، انما هناخد نظام اللي هو بنسميه لو جلايكيميك اندكس، او نظام اكل ما يعليش السكر في الدم بسرعه، بيجيب نتيجه حلوه قوي. وانا اوعدك هنعمل حلقه مخصوص على الموضوع ده. تمام. طبعا احنا بنحاول نوصل للاستاذه منار، فالكنترول هيتواصل معاها وهنخليها تيجي عشان تاخد الجائزه المره الجايه. معانا نرمين، اتفضلي يا نرمين. الو، ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي؟ بصي دكتورة، أنا وزني، أنا سني 27، وزني يعني جدا 57، طولي 160، بس بخس بسهولة وبتخن بالصعوبة. أنا برضه في بحس إن الصبح بصحى في برد انفجاري، فده مضايقني مش عارفة السبب. بتقولي بالراحة، بتقولي بتصحي الصبح إيه؟ في برد انفجاري ومش عارفة السبب، أنا كشفت كتير بس بيقولي ملاحظة يعني. الدهون في ايه؟ ها؟ بتاكلي كام وجبة في اليوم؟ بيجيلك برد؟ ثلاثة. ثلاثة؟ ايه المشكلة اللي انت حاسة بيها بالظبط غير البلغم؟ بس ما فيش حاجة تاني، أنا بتضايق منه بس. يعني هي كل مشكلتك إن في بلغم في الزور؟ اه. بيجيلك برد كتير؟ بتاعي كتير؟ يعني انا باخد مزارات كتير يعني. لا طبعا لازم نكشف، لازم نعرف يعني تروحي للطبيب لدكتور بطنه او تعملي يكشف عليك، لان قصه البلغم دي، هل انت مثلا في حد جنبك بيدخن؟ هل انت المناعه قليله؟ فلازم نكشف عشان نعرف في ايه. هنكمل اسئله الفيسبوك. وفيفيان بتقول ايه الطعام المناسب لحد عنده كوليسترول والدهون اللي هي ال دي ال عاليه جدا والدهون ال اتش دي ال منخفضه جدا؟ طبعا يا فيفيان، مريض الكوليسترول مهم جدا، واكتر حاجه مهمه ليه هي نظام الاكل، مش بس الاكل، الاكل والرياضه، فدايما بنصحه ان هو على الاقل يمشي ساعه. لما نيجي ندور على الاكل، طبعا يمكن في كذا مدرسه دلوقتي بتنصح ان بلاش ناخد الدواء والاكل هو المهم، لان الجسم اصلا كمان بيصنع كوليسترول، بس
الى ان يثبت هذا ونثق فيه بناخد الدواء، بتروح لدكتور، بتاخدي العلاج بانتظام، بناخد الاوميجا 3 وبناخد الاغذيه الغنيه بالاوميجا 3 زي السمك، زي التونه، زي بذر الكتان وزيت بذر الكتان. بنبعد عن الدهون المشبعه. الدهون المشبعه اللي هي بقى بنلاقي ايه؟ بنلاقيها في اللبن، في اللحمه، دي اكتر حاجه مضره. عشان كده دايما بننصح ان اتباع النظام النباتي لمريض الكوليسترول بيوفر عليه جامد جدا وبيأثر المشوار. معانا الاستاذه ميري. اتفضلي يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا وزني 87 كيلو. 57؟ لا 87. و80 طولي 163. تمام. معايا 3 اطفال وبرضع. نعم. معايا 3 اطفال. حاليا في رضاعه. بترضعي؟ برضع بيبي 7 شهور. تمام. بس حضرتك انا ما بخسش بسهوله. ما بتخسيش بسهوله. تمام. حضرتك انا سمعت عن الاقراص اللي هي بتتباع ديت لنزول الوزن ونقط الحرق والحاجات دي، هل فعلا هي مفيده ولا مضره ولا فعلا بتجيب نتيجه ولا لا؟ حاضر يا حبيبتي هجاوبك. اولا حضرتك بترضعي، فما بدايه كده ممنوع تاخدي اي دواء، لان اي حاجه تاخديها تنزل البيبي في اللبن فممنوع. نمره 2، اي علاج هتاخديه لن يجيب اي فايده الا مع نظام اكل، ولو خدتي نظام اكل اصلا مش هتحتاجي تاخدي دواء. في ناس بتاخد دواء يسيطر على الشهيه، بتسد نفسها وتخس، بس يوم ما بتوقف الدواء بيبقى زي مجاعه، الجسم بيبقى زي اللي متعرض لمجاعه، فبيحاول باسرع وقت يستعيد كل اللي فقده. فاغلب الناس اللي بتاخد ادويه تسد النفس بعد ما توقفها بتلاقي جوع فظيع، شراهه في الاكل، شراهه في التخزين. فانا بفضل ان انا اعالج سبب السمنه. ليه بتخن؟ هل الحرق في حاجه؟ هل نوعيه الاكل مش مظبوطه؟ ايه اللي جسمي محتاجه عشان يعرف يحرق؟ هي دي. لو انا ظبطت جسمي وظبطت نوعيه الاكل اللي هو محتاجها، وظبطت ايه الهرمونات اللي متلخبطه، هل في خلل في الغده الدرقيه، هل في ايه ولا ايه، كل ده الجسم هيخس بسهوله جدا. لو انا خدت بالي من نوع الاكل هخس من غير ما الجا لدواء، لان دايما اي دواء بناخده مجرد ما بنوقف ما بناخدش غير السايد افكت الاضرار بتاعته. طبعا كان نفسي نقدر نتواصل مع الاستاذه منار وتكلمنا، بس اكيد الكنترول هيتواصل معاها وتبقى معانا الحلقه الجايه. بشكركم وبشكر اصدقائي الفيسبوك واصدقائي اللي دخلوا معانا في المسابقه، وان شاء الله هنقول مسابقه الشهر الجاي، وهنبقى في انتظار متسابق تاني وفايز تاني. اشوفكم على خير.